قائلة إلى متى؟ الرسالة الأساسية بقى للحكمة بتقولها إيه؟ رسالة عتاب نختم بيها كده. إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ تصوروا الرسالة الأساسية اللي في العالم اللي المسيح بعتها لكل البشر، لغاية إمتى تحبوا الغلط؟ لغاية إمتى تحبوا الجهل؟ ليه الصح مش مقبول والغلط هو اللي ماشي؟ بتحبوا الجهل؟ طب ما الجهل مؤذي. هو انتم ما اتعلمتوش من اللي قبلكم، من اللي حواليكم، من نفسكم، من الظروف؟ الى متى؟ يبقى الحكمه بتقول الى متى ليه؟ معناها ان الدرس ده مش اول مره تسمعه، مش كده؟ ما هو لما يتقال لك الى متى معناه ده مره واثنين وعشره وعشرين. كم مره الفلوس تشغلك وتنكد عليك؟ هتفضل الفلوس شغلك لاخر حياتك؟ طب وبعدين الى متى؟ الى متى كرامتك توجعك فيصعب عليك نفسك وتخسر ناس وتعملها زعله؟ وفين لما ربنا يرحمنا ويستر والدنيا تصفى؟ الى متى الشغله دي، كرامه والزيطه دي؟ الى متى تهتم اهتمامات ملهاش معنى وتقول ضيعت وقت؟ الى متى ايها الجهال؟ إلى متى تبقى قال يعني كسلان وتستسلم للكسل وتضيع إنجيل وصلاة وقداس وخدمة؟ وبعدين إلى متى تحبون الجهل؟ يعني بتختار غلط للمرة الكام؟ مية ولا ألف ولا مليون؟ إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء؟ يعني برضو الحكمة بتقول هو أنتم مبسوطين بالاستهزاء اللي حاصل؟ النهاردة الناس بتحب تضحك من كتر الضغط النفسي اللي عليها، لكن هل هو ضحك يعني مفيد؟ أحيانا بيبقى استهزاء، مجرد حاجات مستهزئة ساخرة، ويصرون بالاستهزاء. طب طلعت منها بحكمة دي؟ غالبا لا طبعا. هل هو ده اللي يصر قلبك؟ شوية نكت، شوية تهريج يعني؟ إلى متى؟ ده في موضوع تاني، ده في حب إلهي يخليك طاير من السعادة، ده في حب للناس يخلي ليك قيمة في حياتك. انت ليه رخصت حياتك قوي كده وخليتها نكتة، خليتها سخرية، خليتها ضحكة فارغة؟ ده انت حياتك أغلى من كده كتير قوي. إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل والمستهزئون يصرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم؟ هنا تلاحظوا حط الجهال والمستهزئون والحمقى، ثلاث فئات كلهم غير حكماء، أجمعوا على إيه؟ على رفض الحكمة. اللي بيتريق واللي بيسخر واللي بيستهزئ واللي شايف إن الحكيم ده مغفل هو اللي ما بيفهمش حاجة، ارجعوا عند توبيخي. يبقى الحكمة بتقول رسالتين، إلى متى وارجعوا. افتكروا الحكمة لما تتكلم بتنادي على حاجتين، إلى متى وارجعوا. يبقى صوت ربنا لما يتحرك في قلبك يا تسمع دي يا دي، يا ربنا يقول لك وبعدين يا حبيبي كفاية، أو ارجع بقى. هو تقريبا ربنا ما بيقولش غير دول بالذات.